سبقوا فم جبل قبل امشي روقه، سبقوا فم جبل قبل امشي روقه. نبي لقطتين لك وانت تاخذين الدبه هذا. ايوه دقيقه. نايس ما شاء الله. سبق فم جبل قبل امشي زودي زودي كاملة، زودي زودي حطها كاملة. تسوي المفروض الحين؟ فتي مهن حار حار بيديني، وهبي لنا من لبن عليه. ايوه وسمن وعسل. ابشروا يلا. هذه حبوة. اي يلا طريقة الحبوة. يلا ها لا النب خلنا انت ذا الحاج يقول انا بتكلم عنه. يلا تكلم عنه. يلا يلا تكلم يا حسن. طبعا هذا الاحتباء شوفوا هذه الطريقة يقولون لها جبنة احتباء افضل جلسة الاحتباء. نعم يعني انا مو انا قاعده. طيب خلوني اقول لكم العضيه الليله الثانيه للعروس. حلو. اهم شيء فيها اللي هي الولد الفل اللي يسوونه في شعرها. فايش تحطون شعرها اول؟ اول الطين. هذا الطين من الضفر. اوكي بعدين ده هذا ايش تسمونه؟ هذا خطور. خطور خطور يا خطور. بعد طيب. خطور الفل بعدين يحطوا الفل. طبعا اهم شيء ثاني ليله اللي تلبس الميل واللي هو الفل. بوريكم كيف شكل الفل يكون.
مواصفات الجيزاني. اي اعطيني مواصفات الجيزاني. يدلع. ايوه. سافر بالبقى ما تبغي. صدق؟ والله العظيم ما طلبت انه قال لك لبيه. اوف اوف اوف. أوف. ما عاد باقي شيء. لازم اكلنا لازم نحط حرمه ثانيه. لا يا. هذه. جيبها بفله يلا. طب اسمعوا. عندهم الطبينة بس معناها مختلف تماما عن اللي عندنا بالأحساء. احنا الدخان اللي يطلع من بقايا السعف الريحة نسميها الطبينة. هنا في جيزان يسمون الطبينة الحرمة الثانية صح؟ زوجة ثانية. طب الثالثة تسمونها طبينة برضو برضو طبينة.